يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا النهاردة يعني بمارس حقي الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة اعتبارا من 2024 حتى 2030. والحقيقة يمكن طبعا المصدر سعادة آخر الحقيقة إن احنا النهاردة موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعني ان انا بمارس حق الانتخابي من اللجنه، احد اللجان اللي موجوده في العاصمه الاداريه. ويمكن بس عشان نبقى كلنا حاسين بهذا الانجاز العظيم اللي عملته ايادي مصريه، ان هذا المكان منذ 6 سنوات لم يكن اكثر من خرايط، وكنا لسه بنبدا بدايات وضع اول يعني خطوات تنفيذية في تنفيذ هذا المشروع الحلم لمصر كلها. النهاردة الحمد لله بقى أمر واقع، حضراتكم موجودين في قلب أحد الأحياء السكنية واللجنة اللي موجودة، وخلفنا الحمد لله أعداد مئات، ويعني مش عايز أقول ألاف من المصريين بيمارسوا حقهم الانتخابي من خلال هذه اللجنة. هو ده عنوان مصر. إذا كنا بنتكلم على مصر المستقبل، إن إزاي إن إحنا كلنا بنبني لولادنا والأحفادنا تاريخ كبير جديد بنسطره بأيدينا وبجهدنا في هذا الشأن. أنا عايز عشان ما أطولش على حقكم، طبعا أولا أن أنا أوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، أنها الحقيقة كل الإجراءات ميسرة، وفكرة عمل لجان للوافدين علشان تساعد أيضا اللي موجودين برا أماكن إقامتهم إن هم يمارسوا حقهم الدستوري، والحمد لله الإجراءات ميسرة، وعلى مدار يعني 12 ساعة بالكامل بيتم فيها يعني ممارسة الأعمال. وبالتالي كل القضاء والمستشارين لهم كل الشكر، لأن احنا يمكن كان يعني الحرص الشديد إن تتم في هذا التوقيت عشان يكون هناك إشراف قضائي كامل على عملية الانتخاب. فالحمد لله كل الأمور، وإن شاء الله تكمل بخير بإذن الله لليومين القادمين بإذن الله. شكرا. حضرتك تحب توجه للشعب المصري كلمة النهاردة؟ يعني أنا كل اللي بحابب إن أنا أوجه به الرسالة للشعب المصري هو إن إحنا لازم نمارس حقنا الانتخابي وبصورة إيجابية وبصورة جدية. الموضوع لازم إن إحنا يعني كمصريين نعبر على إن هذا الشعب حريص على ممارسة هذا الحق الدستوري اللي كفلوا لينا الدستور، وكل ما بنشارك بإيجابية كل ما بننقل صورة حضارية لهذه الدولة للعالم كله ولينا إحنا نفسنا، إن إحنا نثبت لنفسنا إن إحنا بنمارس هذا الحق الدستوري المهم جدا. شكرا جزيلا.